دخلنا سعد القايد للداخل، انتم ملي دخلتوا بقيتوا معنا دخلتوا للداخل تشوف داخل كاين غير الشمشه اخويا وما كاينش الكليه ما تيدخلش عندنا قليل، ومع السلعه غاليه تيدخل عندك بنا تقول له مثلا النافل 160 تاخذوا 140 تقول له 160 تيجي غالي ما تيشريش ما عندك تيضرب 24 سلعه تطل منه الورقه تيتبيكا تيضيع فيه، كذلك الفريزر هو عندي اللور كذلك تيتميه تنطيح له الثمن، ولينا ضايعين ما دخلنا للداخل كنا خدامين بخير وسنين وهذا المارشي معروف سنين انا قبل ما نتزاد انا ما تزاديت لقيت هذا المارشي حليت عليه عينيا جات سعد القايد قال لك ادخلوا للداخل مؤقتا ما عرفناش هاد مؤقتا وقتاش غنبقاو حنا العواشر الجايه تبعنا سيدنا رمضان خصنا مصاريف ديالو عندنا طريطه مع البنكة عندنا مسؤوليات ديال خوتنا مراد ما فهمناش هاد سعد القايد فينا وصلوا معاه دخلنا للداخل كنا بخير عندنا دخلنا باش نموتوا حنا حيين والناس غالبه الزمان وغالبه الوقت كلشي مع ارتفاعات وكذا كلشي دايخ ولينا تنسمحوا في السلعه وتنخرجوا نقلبوا على الناس باش تدخل عندنا للداخل باش يشريو مع عندنا باش نترزقوا مع الله باش نقوي بعدا ما نديو معانا في جيبنا لا اله الا الله محمد رسول وعاش الملك خويا راه ضرينا في هذا المارش راه تقهرنا ما بعنا ما شرينا غير قاسين فيه الشمس قهراتنا تكرفسنا كرفسنا وليداتنا حنا راه عندي سبعه ديال الدراري والراجل راه جالس عندي غير في ركنه ما خدامي باش ناكل من هذه البلاصه باش ناكل منها الخبيز راه ربي اللي عان بي راه تنسوقوا بالثمن كلشي غالي السلعه غاليه البصله دايره 260 بلاصه البطاطا دايره بلاصه 130 تنبيعو حنا 140 هنايا مطيشه دايره 2600 تنبيعها ب 4 دراهم كنا مقهورين مشيو ليه تقهروا حنا غادي نتسلفوا ونتكلفوا باش نجيبوا السلعه كي غادي نديروا نعيشوا فين غنعيشوا فين قال لك غادخلوا غير بيدمان ما تدخل عندنا حد ما توصل عندنا حد حنا ما عندنا فين نعيش منا تنعيش منا تنكل ولادي من غير اسد ولاد من غير نجيب لهم فلوسهم من غير نعيشهم عندي سبعه ديال الدراري فين غنمشي فين كون عطوني فين نمشي عطوني فين نمشي عطوني فين نجلسو ديرو لنا السوق زوين رقيقي تاع حنا نجلسو شوفي البلاصه ديالي ما فيه ما تخش قهراتني ما تغدينا غدا ما خدت غدينا باقي ما نمشيش دابا كاسين في الزناقي شنو عندنا حنا حكرنا علاش حكرونا علاش من اللي تناكلو فين غنمشيو ما تعرفو حتى شي خدمه عليها هادي ياكل عليها حط الخبز هاد ناكلنا هنايا فين غنمشيو ما عندنا فين نمشيو هادي اللي غنقول لك اختي ديروا معنا تصور الخير 40 خبزه ملي دخلوا هاد الناس ما بعتهاش راه هي باقا كتسمع فيك عندي فيها 400 ريال هي اللي عندي فيها ملي دخلوا هاد الناس ما بقيناش كنبيع القايد عطى وقف معنا وعطانا هنا في المارشي هذا وين هاد المارشي عطانا مده ديال 12 يوم موقات الناس من دخلت كتعاني ما كتبيع ما تشري ما كتبيع ما كتشري يوميا شفتي اخويا ولا ما فهمتيش باش ما نظلموش السلطه تاع القائد عطانا المارشي بغا يدير خدمته هو وعدنا بان هذا المارشي هي موقت مده ديال 12 يوم وجيزه الناس من دخلت مده ديال 12 يوم حنا بغا يصلحوا لداخل بغا يصلحوا لداخل دخلنا لداخل دخلنا هنا باش يصلح المدينه واني واخا دخلنا حنا مده ديال 12 يوم وعدنا بان 12 يوم بان المارشي عطى لنا موقت 12 يوم ندخلوا من دخلنا حنايا تما ما كنبيعوا ما كنشريوا زدنا معاناه على معاناه علاش كنا على برا هنايا حنا كنطالبوا بسوق نموذجي يكون المدينه كامله ماشي النص كيبيع هنايا والمدينه عامره كيبيعوا فيها من الشراطين وملاكي وباب سبته كلشي كيبيع ويشري حنايا تيجيو عندها معروفه الباب ديال باب سبته ما كنبيعوا ما كنشريوا فيه حنا بغينا مارشي نموذجي تجمع فيه البائع المتجول كاملين من الخضر من الفواكه من جميع المواد ديال البيع باش يتكملنا المارشي هاد الناس هادو اخوان ديالنا كاين وليداتنا كبروا هنا كاين بناتنا كاين خوتنا كاين العائله ديالنا اللي كانوا خارجين على المارشي على برا ودابا هاد الناس هادو ما صابوا لهمش هاد البلاصه اللي غادي يخدموا فيها وغادي يعيشوا فيها ما صابوا لهمش مزيان ما رمموها ما والوهم ما والو جاوا لحوهم هنا لحوهم حتى الناس ما عارفينهمش هنا وساكن الله يحسن الاول كاين اللي تقدا الخضر بالكريدي تيجيبها من المارشي بالكريدي وجابوه هنا مساكنين ثلاث ايام ما بقاو حتى ذوك الفلوس ما صوروهمش اللي غيعطيهم هما اليوم خسرات لهم خضره خسرات لهم بالعاد ديال المسائل دابا تيطلبوا من الله تبارك وتعالى هاد الناس هادو ديال السلطه يتعاونوا معاهم ويصوبوا لهم هاد الشيء هذا ويقادوا ليهم وما بقاش غير اللي جا من على برا ويجي يقول لي اجي خذ هالبلاصه ها هي غير كاينين الناس كابدين هنا وكانوا ساكنين هنا وزايدين هنايا بهاد البلاصه هادي زايدين مساكن هنا وما استفدوش حتى من السكن ديالهم